قال إن تطوير الصواريخ مهم بالنسبة لمستقبل إيران حتى تحافظ على قوتها الدفاعية وتقاوم تهديدات أعدائها. أظهرت النتائج الأولية فوز لائحة البيارتا المدعومة من معظم الأحزاب اللبنانية الرئيسية بانتخابات بلدية بيروت التي جرت أمس للمرة الأولى منذ 6 سنوات. ومن المقرر أن تظهر النتائج النهائية في وقت لاحق من اليوم، على أن تمتد الانتخابات المحلية لمناطق لبنانية أخرى خلال الأسابيع القادمة. من جهتها نددت لائحة بيروت مدينتي بمخالفات شابت العملية الانتخابية على حد وصفها، وحملت الداخلية اللبنانية المسؤولية. ما زلنا مع حضراتكم في هذه النشرة، وبعد قليل 5 قتلى من بينهم 3 رجال شرطة في هجوم تبنته حركة الشباب المتشددة بالعاصمة الصومالية مقديشو. قوات الحماية المدنية تسيطر على الحريق الذي اندلع في منطقة الرويعي، وارتفاع عدد المصابين إلى 45 شخصا. الرئيس السيسي يستقبل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي المحتلة. نيابة عن الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يطلق مبادرة دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة خلال المؤتمر السنوي 5 للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال. زميل حسام الدين عاطف يقرأ على حضراتكم النشرة الاقتصادية. إليك حسام. شكرا دكتور علي وشكرا غادة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها. استلام 1,350,000 طن قمح محلي، والزراعة تخصص خطوطا ساخنة لتلقي شكاوى الموردين. أهلا بكم من جديد. نبدأ محليا، حيث أعلنت وزارة التموين أن إجمالية كمية الأقماح المحلية التي تم استلامها من الفلاحين بلغت حتى الآن حوالي 1,350,000 طن من القمح. من جانبها حددت وزارة الزراعة عددا من الأرقام الهاتفية لتلقي كافة الشكاوى الخاصة بمزارعي القمح في المحافظات المختلفة. وأوضح وزير الزراعة عصام فايد أن مراكز التوريد المختلفة شهدت سيولة كبيرة بعد فتح جميع الشؤون ومشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية في عمليات الاستلام. نفت وزارة التموين ما نشر بشأن إضافة 7 جنيهات زيادة لكل فرد تصرف على نقاط الخبز بمنظومة السلع التموينية خلال شهر رمضان. وقال المتحدث باسم الوزارة محمود دياب أن ما تقرر هو زيادة 3 جنيهات لكل فرد على البطاقات التموينية بنسبة 20% لترتفع قيمة الدعم المخصص لكل فرد على البطاقة التموينية شهريا من 15 إلى 18 جنيها، وهي زيادة ثابتة بداية من شهر يونيو المقبل.
تنطلق في القاهرة اليوم وعلى مدار يومين الأعمال التحضيرية للمؤتمر الخامس لوزراء الصناعة والتجارة بمجموعة الثمانية الإسلامية النامية على مستوى المديرين التنفيذيين على أن يبدأ فعالياته الأربعاء على مستوى الوزراء. يبحث المؤتمر تفعيل التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة بين دول المجموعة التي تضم كل من مصر وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا وإيران وماليزيا وبنغلاديش وباكستان. وتتميز مجموعة الثمانية الإسلامية النامية بالتنوع الاقتصادي وضخامة السوق الذي يضم ما يزيد على المليار نسمة، ويبلغ حجم ناتجها المحلي حوالي 3.7 تريليون دولار. ننتقل إلى البورصات المصرية التي ارتفعت خلال تعاملات اليوم تعاملاتها بدعم من مشتريات المستثمرين. وصعد مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اك 30 بنسبة 1.21%، وزاد مؤشر اي جي اك 70 بنسبة 43%، وارتفع مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 52%. محليا أيضا أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال شهر مارس الماضي بنسبة بلغت 47.2% بسبب انخفاض عدد الوافدين من روسيا. وأوضح الإحصاء أن أوروبا الغربية كانت أكثر المناطق إفادا للسائحين خلال شهر مارس بنسبة بلغت 37.2%، وكانت ألمانيا أكثر الدول إفادا للسائحين من أوروبا الغربية بنسبة 41.4%. وتبين أن منطقة الشرق الأوسط جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 28.2%، وكانت السعودية أكثر الدول إفادا للسائحين العرب بنسبة 39.4%. وافقت اللجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة في ختام اجتماعها بالقاهرة على تغيير صيغة عقد العمل، بحيث يتضمن ملحقا يبين التزامات كل من صاحب العمل وواجبات العامل. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن ملحق عقد العمل الجديد يتضمن عدة التزامات على صاحب العمل، منها عدم حجز الوثائق الرسمية للعامل ودفع أجره خلال 7 أيام من تاريخ الاستحقاق، فضلا عن رسوم تصريح العمل واستخراجه خلال 45 يوما من تاريخ دخول العامل للبلاد، وتسديد اشتراكات الضمان حسب النسب المقررة بموجب قانون الضمان الاجتماعي الأردني، وتوفير العلاج في حالة حدوث إصابة عمل للعامل إذا لم يكن مشتركا بالضمان الاجتماعي. كما يلتزم صاحب العمل بمنح العامل الإجازات السنوية المقررة له بموجب قانون العمل الأردني. إلى اليونان، حيث قرر البرلمان اليوناني حزمة من الإصلاحات على قوانين التقاعد ومعاشات التقاعد أيضا، تأمل الحكومة بها التي يقودها يساريون أن تساعد في إقناع الجهات الدائنة الرسمية بالسماح بضخ أموال تساعد في الخروج من الأزمة. وبعد يومين من المناقشات ووسط احتجاجات واضطرابات نفذتها النقابة العمالية، وافق البرلمان على تمرير القانون بالأغلبية، وذلك قبل اجتماع المجموعة الأوروبية المسمى بيور جروب والمقرر اليوم لبحث تخفيض ديون اليونان. ومشاهدينا من اليونان، نهينا هذه الوقفة الاقتصادية، عودة جديدة لمجموعة من أخبارنا السياسية مع دكتور علي وغدة، تفضل. شكرا لك الزميل حسام، شكرا جزيلا. قتل 5 أشخاص على الأقل، هم 3 رجال شرطة ومدنيان في هجوم بسيارة ملغومة استهدف مقرا لشرطة المرور في العاصمة الصومالية مقديشو، وتبنت حركة الشباب المتشددة الهجوم. وأعلن المتحدث باسم إدارة العاصمة أن الهجوم نفذه عنصران من حركة الشباب، أحدهما كان يقود سيارة مفخخة بينما حاول الثاني اقتحام مقر الشرطة لكنه قتل بالرصاص. وتسعى حركة الشباب إلى الإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال التي تدعمها الأسرة الدولية وتدافع عنها قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال أميسوم التي يبلغ عدد أفرادها 22,000. يواصل الناخبون الفلبينيون الإدلاء بأصواتهم لانتخابات رئيس جديد بعد حملة انتخابية شرسة أظهرت استياء شعبيا من قيادات البلاد لإخفاقها في حل مشاكل الفقر وعدم المساواة.
ويتنافس في هذه الانتخابات 5 مرشحين لخلافة الرئيس المنتهية ولايته بنينو أكينو الثالث، لكن استطلاعات للرأي خلال الأيام التي سبقت الانتخابات أظهرت تقدم رودريغو دوتيرتي وهو رئيس بلدية سابق على باقي المرشحين. أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم أن سول والمجتمع الدولي يحافظان على موقفهما الموحد بعدم الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة ناوية، وذلك ردا على إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال مؤتمر الحزب العام السابع عن أن بلاده دولة نووية تمتلك أسلحة نووية. وقال المتحدث باسم الوزارة مون سان كيون في مؤتمر صحفي عقد اليوم، قال إن كوريا الشمالية جددت إرادتها في عدم تخليها عن الأسلحة النووية من خلال إعلانها عن تعهد الزعيم كيم بواجب عدم نشر الأسلحة النووية وأيضا النزاع النووي، وأضاف أن الحكومة الجنوبية ستواصل جهودها على حمل جارتها الشمالية على التخلي عن الأسلحة النووية من خلال تجديد العقوبات والضغوط عليها. رحلت كوريا الشمالية مراسلا تابعا لهيئة الإذاعة البريطانية بعد استجوابه ل8 ساعات بشأن تحقيق كتبه قبل بدء أعمال مؤتمر الحزب الحاكم. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن روبرت وينغفيلد هايس مراسل البي بي سي قد أوقف في مطار بيونغ يانغ مع موظفين آخرين، وتم استجوابه بشأن ما اعتبرته السلطات وصفا غير ملائم للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال تغطيته الإخبارية. بانوراما نيل المتواصلة معكم، وفيها بعض أخبار الرياضة. الأمير هاري وميشيل أوباما يفتتحان دورة ألعاب لمصابي الحرب والمحاربين القدامى بمشاركة 15 دولة.